مسألة من يصل منصب الوزير إلى الشراء بالمال السياسي، وهذا الحزب عنده لجنة وذاك عنده كذا والمرحلة الفلانية، أو تقعد يم وزير تنتظر دورك، يعني عندك معاملة، عندك قضية، وتجي أربع خمس نواب يكونون مفاجأة يجون، كل من عنده قضية، والله لو قضية تخص واجباتهم نرفع لهم القبعة ونأدي تحية، لكن كل من صامت له خمس ست فايلات على قضايا خاصة ويجون وياخذ دورك، ويمكن يقولوا لك العفو أخويا تعال باشر. تعاطي المسؤول بالوقت مع الأسف بعضهم وفي غالبهم يعطي لمن هو بموقع السلطة، زين أي موقع بالسلطة، فمن يجي مثل ما وصفت لك وياخذ دورك، أو تقعد لك بديوان محافظة، وأني شفتها والله هاي بمحافظة البصرة، يقعد المحافظ روح لي ساعة 9 يا خمر نغبش عليه، هم الرجل يعني يقعد بمكتبه كذا يوصي موظفينه، 9:05 يجيك أول عضو مجلس محافظة وثقوا بالله العظيم بلا خجل، هم صامت له 4-5 أضابير ويدخل على المحافظ، بعد ما تحدث إجا الثاني، الإخوان واحد ما يريد يسولف قدام الثاني، كل من عنده قضية ضامة على وما يريد يسولف بيه، ويقعدون والله بعض الأحيان إلى ساعة 1:30 بالثنتين، إحنا نأيس أصحاب المشاغل اللي بيها مشاكل، عندنا مشاريع وياهم، الخدمة تتعطل، هم يظلون قاعدين إلى أن واحد ويضطر. فتعاطي المسؤول مع رجل الأعمال الحقيقة للأسف متجه إلى وين الموقع اللي ينتل مثل ما يقولون بالكهرباء، ينطي الأولوية بالمراجعة